هلا شوفوا الحالة الثانية، هلا راح اخذ ال 180 وراح اقول بدي 120. فراح لما اخذ حالة ال 120 راح 120 درجة، يعني كل واحد اون ل 120 درجة، راح يصير عندي only two switches conducting at the same time. كيف راح يتغير هذا؟ راح يرتفع عندي هذا الجزء من هون، راح يضل بس هذا، راح يرتفع عندي هذا الجزء، هي 60 وهي 60 كمان في ثانية. نعم كمان ثاني الجزء اللي متى بيصير اون مره ثانيه اول صارت كثير يعني هذا اول واحد اول واحد هذا نعم اخر لما انا شفت اخرها فبشيل من هون اخرها شيء قصدك فتره بيناتهم فتره بيناتهم كبيره بتصير فاذا صار هو 120 اون قديش بتصير اوف 240 يعني لما عملت هيك هلا صار عندي هاي 240 درجه وهاي 120 درجة. هلا خد ار ار بار نفس الشيء لازم اعمل، اذا شلت اللي بالاخر بدي اشيل بالاخر هون مش هيك؟ رح نشيل هاي هيك، صفي هذا بس 120 درجة، وكيف بدهم يصيروا اثنين بس اوف ات ذا سيم تايم، لازم اخفف الفترة الان، وراح يصير عندي اوف، هاي راح تضلها راح يختفي هذا كمان، فراح يصير عندي 240، هي عندي هلا هون 60 60 60 180 120، ما اظنش راح تبين معنا هاي. بعدين هلا هاي كمان راح تختفي عندي، راح يروح اخرها وراح يروح اخر هذه من هون، راح تصير هذه بس 120 ونفس الشيء هاي راح تروح اخرها راح تصير هذه 120 وهاي راح يروح منها 60 فراح تضل هذه قديش؟ 240 وهاي راح تصير 120. هلا بالحاله هاي راح يتغير عندي الكرنت كمان، هلا الكرنت راح يصير عندي شكله مختلف. ولاحظوا هلا راح يصير عندي اثنين، خليني اتاكد انه فعلا اثنين، هلا في الحاله هاي كان عندي ار اون هذا اوف 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 بس عندي واحد وستة. بعدين واحد لسه شغال بيطفي ستة، مين بيجي محله؟ اثنين، فكان واحد وستة صار واحد و واحد وستة صار واحد واثنين. بعدين بيطفي واحد هلا بيجي محله ثلاثة، بيطفي اثنين وبيجي محله أربعة، بيطفي ثلاثة وبيجي محله خمسة، بطفي اربعة بيجي محله ستة برد ببدا مرة ثانية، فعندي بس تو سويتشز ات اني ون بوينت ان تايم، عشان لاحظ في فيز رح يكون مفصول. أنت سألت عنه، أوكي؟ مش تو سويتشز عندي أون، يعني مثلا لما كان هلا واحد وستة أون. واحد وستة أون، يعني واحد معطيني بوزيتيف هون، وستة معطيني نيجاتيف وين؟ هون، مظبوط؟ مش هذا هو الإس، وهذا رح يكون طاير في الهواء. في لحظة تكون في فيز سويتشز اس وار بار لا تكون رسم سيء رسم غلط من هذا اللي هو تي واس بار انا راسم في شيء غلط طيب خليني اشوف اثنين وثلاثة هي عندي هاد وهاد في شيء هون هاد وهاد في شيء هون هاد وهاد هون في شيء غلط ايش صار؟ هاي هاي احنا ما ظبطناها مش هيك؟ ولا اس هيك صار واحد واثنين واحد سكت انا صغرته كثير مضبوط اوكي هذا هيك لازم يكون وبعدين عندي هلا صار هذا واحد هذه هون واحد واثنين وثلاثة هاي كمان ما ظبطت مضبوط رح تصير عندي هيك مضبوط وهي بتيجي اوكي اذا في غلط في الرسم انا راسمهم بشكل تفصيلي بنزلكم اياهم على الموقع مرسومين بشكل واضح، يعني عادة لما برسمها بشكل كويس بكون في عندي مربعات تطلع بشكل ارتب من هيك، بس المهم هو ما يكونش عندي غير اثنين ات اني ون بوينت ان تايم، اذا في عندي في اي لحظه من اللحظات راح يكون هذا واحد عليه بلس وواحد عليه نيجاتيف والثالث فالت. فيش عليه شيء وبعدين بنلف بنكمل بهاي الطريقه من هون، فشكل الكرنت الان راح يصير على 120 راح يختلف شكل الكرنت في ريزيستيف لود طبعا، يعني هذا لسه ريزيستيف لود هون وهذا كله ريزيستيف لود، راح يصير شكل الكرنت في دي سي على ار لمده اول 120 درجه هي 120 درجه بعدين زيرو وهذا هون في دي سي على ار وبعدين لمده كمان 120 درجه اللي هي لهون ماينس في دي سي على ار وبعدين راح يكون عندي 60 اوف بهذا الشكل فهذه عرضه من هون 120 60 120 60 اوكي هاي كمان راح يكون فيها هارمونكس
هلا جيد تشوفها لازم بدك تحللها. طبعا هاي بهارمونكس بدك تعتبر انه هاي هي ال 180 عشان سيمتري. اذا بتحلل هاي بالهارمونكس ما تعتبر انه هاي الزيرو عشان يصير عندك سيمتري. اعتبر انه هاي الويف فورم، هاي 120 هذا 30 وهذا 30 وبعدين عندي كمان 30 120 30 عشان يصير عندي سيمتري. بتحل بالهارمونكس، لما نيجي نحل بالهارمونكس نطلع اذا كان فيها سيمتري الويف فورم بتسهل علي اشياء كثير. فهاي صفت هي ال 360 30 120 30 30 120 30 ثاني ايش هي عفوا؟ يعني ايوه هيك هيك. هاي اذا بدك تحللها راح تلاقي فيها هارمونكس مختلفه كمان، وحجم الهارمونكس راح يختلف. هلا انا ما بعرف، ما عمرنا بكل الفترات اللي درست فيها درايف هاي ما عمرنا قعدنا حللنا هدول هارمونكس وشفنا مين احسن في هدول التنتين. الار ام اس بيختلف. اذا عندكم وايد حد حب يشتغل عليه اشتغلوا عليه شوفوا ايش بيطلعوا الهارمونكس، شو الهارمونيك كونتنت تبعت هاي، شو الهارمونيك كونتنت تبعت اللي شفناها اول بالفيرست والسكند بالفيرست والثيرد والفيفث والسيفنث. واظن التنتين نفس الشيء بيطلعش فيهم، بيطلع فيهم ساين لانهم تنتين اوب ويف فورمز، وبيطلعش فيهم ايفن هارمونكس لانهم سيمتريكال. هاي اعمل شيفت لهاي 180 درجه وضربها في ماينس مش بتنطبق على هاي، فما فيش فيها سكند وفورث وسكس تو ايث، بس راح يطلع هذول فيهم فيرست وسكند فيرست وثيرد. مين احسن هارمونيك بهمني؟ الفاندمنتال. بيساعدوني بعض هارمونيكس اللي هم اظن بيطلعوا ال فيرست ثيرد الفيفث الفيفث والسيفنث. في منهم اوردر اللي بيعاكسني هو الفيفث، واللي بيساعدني هو السيفنث، واللي اعلى منهم. شو بيساعدني يعني بيعاكسني؟ بيعطيني نيجاتيف تورك وبوزيتيف تورك. اوكي؟ والثيرد والسكس والناينث ما بدنا اياهم اصلا. شو بيعمل في المحرك؟ بيحمر بس بيعملوا هيت، ما بيولدوا بوزيتيف تورك ولا نيجاتيف.